أدى المواطنون صلاة الجمعة في مختلف المساجد في محافظات المملكة وسط حظر شامل فرضته جائحة كورونا على البلاد. وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة حدد فترة رفع الحظر لأداء الصلاة بساعة ابتداء من 11:40 مع الالتزام بإجراءات السلامة المتعلقة بالذهاب إلى المسجد التي اعتادها الأردنيون. وكان حظر التجول الشامل قد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الليلة الماضية تنفيذا لبلاغ رئيس الوزراء الذي نص على زيادة ساعات الحظر الجزئي الليلي وفرض الحظر في يوم الجمعة من كل أسبوع حتى إشعار آخر. والمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل المملكة محمد الفايز. أهلا بك محمد، بعد انتهاء صلاة الجمعة كيف يبدو الالتزام بتدابير وإجراءات السلامة العامة وبالإجراءات المتعلقة بالحظر الشامل أيضا؟ نعم أريج، تواصل الأجهزة الأمنية من إجراءاتها المشددة وذلك لضمان تطبيق حظر التجول الشامل، حيث كثفت الأجهزة الأمنية وانتشرت دورياتها و نقاطها الأمنية في مختلف المناطق والشوارع الرئيسية والميادين، وذلك لمخالفة من لا يلتزم بهذه التعليمات باستثناء الأشخاص المصرح لهم بالتجوال في هذا اليوم والذي تتطلب طبيعة عملهم إدامة الحياة العامة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا محافظ العاصمة سعد شهاب ليحدثنا عن مستوى الالتزام في العاصمة عمان، كيف رأيتم التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة؟ وأيضا نتحدث عن حظر التجوال الشامل لهذا اليوم، كيف كانت النسبة بشكل عام مقارنة بالأيام الماضية خلال أن يكون هناك حظر للتجوال الشامل؟ شكرا أخي محمد، الله يعطيك العافية. أنت لاحظت اليوم، يعني عملنا جولة احنا وياك قبل شوية وشفت مدى الالتزام أهل محافظة العاصمة بالحظر الشامل. طبعا احنا نقدر عاليا ونعرف نقدر ظروف المواطنين وخاصه محلات المنشآت الاقتصاديه، ولكن احنا الان شهدت محافظه العاصمه وبشكل خاص ومحافظه المملكه بشكل عام ازدياد عدد الحالات، مما اضطر الحكومه ودوله رئيس الوزراء باتخاذ قرار بحجر يوم الجمعه هذا اليوم. يعني الصحيح انت كما تعلم سكان محافظه العاصمه ما يقارب 5 مليون، عدد الذين خالفوا أمر الدفاع والحظر الشامل منذ الساعة 10 مساء يوم أمس وحتى الساعة 12 من الظهر هذا اليوم 144 شخص ومنشآت اقتصادية 4 محلات. هذا يدل على شيء، مدى التزام المواطن، ونحن نشكر المواطن على مدى التزامه. وهذا يدل على شيء أيضا أنه المواطن مستجيب لأوامر الدفاع، ونحن نأمل من الجميع الالتزام بأوامر الدفاع. نعم، إذا ما تحدثنا عن الأشخاص المصرح لهم وأيضا هناك استثناءات من قبل محافظة العاصمة للأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم إدامة الحياة العامة، وأيضا نتحدث عن غرفة العمليات الموجودة داخل المحافظة للتعامل مع كافة الملاحظات. أخ محمد، توجيهات وزير الداخلية يوم أمس كانت بخصوص التصاريح، إحنا الآن ما في تصاريح بشكل عام عشوائي، التصاريح محددة لفئة محددة جدا لظروف استثنائية، ظروف في ناس في مراجعة المستشفيات، وفيات، عندك الآن في بعض الأشخاص تتطلب طبيعة عملهم بإدامة العمل في المحلات المنشآت المهمة جدا وخاصة بعض موظفي المستشفيات والمراكز الصحية. احنا ندل هذا الرقم اللي اعطيتك اياه قبل شوي، هذا دل شيء على التزام المواطنين. احنا وزير الداخلية الآن قبل شوي كان في له جولة، واحنا الآن عملنا جولة، يعني شفنا مدى التزام المواطنين، وسنبقى ان شاء الله نطلب من المواطن الالتزام. بالنسبة لموضوع آخر، خلال الأيام الماضية يعني هناك الفرق التفتيشية من قبل محافظة العاصمة على المنشآت الاقتصادية والمحلات التجارية، مستوى الالتزام وحجم المخالفات للمنشآت من خلال يعني عدم التزامها بإجراءات السلامة العامة وأيضا تقديم الأرجيلة في عدد من المقاهي. أخ محمد، سؤالك يعني في شقين، الشق الأول التفتيش على المنشآت الاقتصادية. هناك في لجان شكلها معالي وزير الداخلية في الوحدات الإدارية، محافظة العاصمة فيها 9 ألوية، كل لواء فيه لجنة، اللجنة مؤلفة من مندوب المحافظة ومندوب المتصرفية، وإحنا استراتيجي إن وإحنا نعمل بالتشاركية مع مديرية الأمن العام، مع أمانة عمان، مع وزارة الصحة. إحنا الآن هذه اللجان عملت منذ تقريبا أسبوعين تفتيش على الكافي شوب محلات تقديم الأرجيلة، وبدايتها وجدنا إنه صحيح في مخالفات. هذه المخالفات احنا اضطرينا انه اتخذنا اجراءات باغلاق
أي مقهى يقوم بتقديم الأرجيلة إغلاقه بالشمع الأحمر بالتنسيق مع أمانة عمان وإغلاق المنشأ بنفس اللحظة، ويتم إحالة صاحب المقهى أو صاحب هذا الكافي شوب إلى المحكمة ومن ثم إعادته إلي، وإحنا توجيهات وزير الداخلية نربطه بكفالة عدلية بقيمة 100,000 دينار. إحنا الآن يعني يوم أمس شهدنا مدى التزام محلات الكافي شوب، أنه يوم أمس لم تسجل أي مخالفة، وهذا ندل على شيء التزام المواطنين وبالتعليمات الصادرة عن دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية. سؤال أخير، يعني نتحدث عن المحجورين، كيف هنا يعني شفتم أو رأيتم هذا الالتزام بشكل عام من قبل المحجورين منزليا وخلال التواصل معهم؟ سيد المحجورين منزليا شكل دولة رئيس الوزراء لجنة في كل محافظة، ب 12 محافظة، كل محافظة في مندوب من المحافظة، مندوب من الأمن العام، وطبيب من وزارة الصحة. احنا الآن تردنا الأسماء من وزارة الداخلية والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بأسماء المحجورين، عندنا عناوينهم، أرقام هواتفهم، تقوم هذه اللجنة بتفتيش عشوائي يعني دون علم صاحب العلاقة. الطبيب يدخل على البيت يتأكد من صاحب المصاب أنه ملتزم. احنا في بعض الأشخاص غير ملتزمين، عدد جيد قليل جدا، يعني قبل يومين حولنا شخصين إلى المستشفى الميداني، وبعد انتهاء فترة الحجر في المستشفى الميداني يتم إحالته إلى المحكمة. محافظ العاصمة سعد الشهاب، شكرا لك وعلى هذه التفاصيل، وهذا كل ما لدينا. ريج، نعود إليك. محمد الفايز مراسل المملكة من العاصمة عمان، شكرا لك.